فإذا يا صبايا بس يعني إذا بالامتحان أنا بجيب لك وين بقدر بأي منطقة بقدر لاقي يونيفورم ماجنتيك فيلد بس between the hands of a U-shaped magnet، لأنه هون الماجنتيك فيلد بارلل لبعضه عنده نفس القيمة. هلا بتقولي لي مستر أنا between S and N، طب إذا أنا عندي بار شيب ماجنت between N S N ما يونيفورم، بقول لك يس بس أنا ما بقدر استخدمه. يعني أنا مثلا يعني أنا ما فيني فوت على جوا الماجنت، بينما انا مثلا بكره بس جيب لك سؤال ريل بالامتحان مثلا بقول لك انه انا عندي سيركوت معينه بدي احطها بيونيفورم ماجنتيك فيلد، كيف فيني احطها؟ فيني بكل بساطه اجيب يو شيب ماجنت اوكي وحطها بتوين ذا هاند اوف ات، يعني تكون السيركوت بالنص بيناتهم، فهي لما بتكون هون بتكون معرضه ليونيفورم ماجنتيك فيلد. كلير؟ طيب هلا انا بكل بساطه في مثلا يكون عندي اكثر من ماجنتيك فيلد على نقطه محدده، يعني انا مثل عندي بوينت ام هون اوكي ممكن يكون عندي اكثر من ماجنتيك فيلد عليها. كيف يعني؟ مثلا مثل هون انا عندي اول بار ماجنت اوكي بي 1 وثاني بار ماجنت هو بي 2 اوكي، بار ماجنت بي 1 بيعمل ماجنتيك فيلد على الام وبار ماجنت بي 2 بيعمل ماجنتيك فيلد على الام اوكي صبايا. فاذا مثلا هون ان واس بصير التوتال ماجنتيك فيلد على البوينت ام هو جمعهم، اوكي؟ سو بصير التوتال ماجنتيك فيلد على بوينت ام هو جمعهم، ليه؟ لانه الام عم تتعرض لماجنتيك فيلد من اول بار ماجنت وعم تتعرض لماجنتيك فيلد من ثاني بار ماجنت. كيف بيشتغل؟ هلا التوتال ماجنتيك فيلد على البوينت ام هو بيكون جمعهم مثل ما اتفقنا، يعني بي 1 بلس بي 2، مظبوط؟ اول شغله شو بعمل؟ برسم انا لحتى ارسم ماجنتيك فيلد على نقطه محدده اسهل لي احدد الماجنتيك فيلد لاينز على النقطه. ماجنتيك فيلد لاينز اللي بيروحوا من ان لاس اوكي، من ان لاس، من ان لاس. كلير؟ هلا رسمت الماجنتيك فيلد لاين نتيجه الماجنت الاول، بيكون الماجنتيك فيلد هو شو؟ ببلش على بوينت ام اللي هي البوينت اوف ابلكيشن وتينجنت على الماجنتيك فيلد لاين، فهيدا البي 1 بيكون. نفس الشيء 2 لحتى ارسمه شو لازم اعمل؟ لازم ارسم الماجنتيك فيلد لاين اللي هو من ان لاس، من ان لاس. كلير؟ شو بيجي بعمل هلا يا صبايا؟ برسم بيكون يعني انا فاذا خلصت من اول واحد هون، خلصت من الاول، بيكون الماجنتيك فيلد نتيجه الثاني هو تينجنت عليه وهيك اوكي. سو بيطلع عندي انا هيك بكون حددت الماجنتيك فيلد نتيجه الاول، ماجنتيك فيلد نتيجه الثاني، توتال بيكون جمعهم، تجمعيهم كفكتر، يعني انا بجمعهم كفكتر، يعني بي هو بي 1 زائد بي 2. كلير؟ هاو التفاصيل ما كثير رح اعوزهم بدرسنا، هودي تفاصيل من هذيك السنه. بنبلش نحن بماجنتيك فيلد كرييتد باي ا كارنت. انا بتمنى تكونوا حضرتوا الفيديو اللي انحط على اليوتيوب اوكي. هلا نحن من العنوان بنفهم انه انا اذا كان عندي كارنت ماشي، سو من العنوان بنفهم انه انا اذا كان عندي كارنت ماشي هيدا الكارنت رح يعمل ماجنتيك فيلد حواليه، يعني انا هون حيكون في عندي ماجنتيك فيلد، هون حيكون في ماجنتيك فيلد، ورا حيكون في ماجنتيك فيلد، قدامه حيكون في ماجنتيك فيلد. السؤال كيف ممكن يمشي الكارنت اوكي؟ نحن اوكي ما اختلفنا انه الكرنت عم يعمل ماجنتيك فيلد، السؤال كيف ممكن يمشي الكرنت عندي؟ كلير؟ تيمشي الكرنت في كذا طريقه، اول شيء ممكن يمشي بستريت واير، يعني واير يكون جالس، اوكي؟ انا فيني اقول عندي واير جالس والكرنت ماشي فيه، فيكون عم يمشي يعني في الواير يكون هيك، الكرنت عم يمشي على اليمين، فيكون الكرنت عم يمشي على الشمال، فيكون الكرنت طالع، فيكون الكرنت نازل، اوكي؟ في يكون الكرنت فايت لجوا اكس بنقول له، يعني اذا انا عندي دفترك انت، اذا انت عندك دفتر بدك تقولي الكرنت فايت على قلب الدفتر، كيف بترسميه؟ كيف؟ بدي احط اكس، اكس على طول بتعني فايت لجوا، يعني مثلا مثل انا هلا عم بشتغل على شاشه اللابتوب قدامي، الاكس بتعني انه انا هو فيكتور بيربنديكولر على الصفحه وفايت لجوا، اوكي؟ بيربنديكولر على الصفحه وفايت لجوا، كلير؟ نقطة تطلع طالعة من الصفحة، يعني إذا أنا شاشة اللابتوب إذا بدي أرسم فيكتور طالع من الصفحة بحط له نقطة، يعني أنا هودي كلهم انتبهوا هو كل الحالات هن ستريت واير، لأنه أنا لما بقول عندي أول حالة كرنت ماشي بستريت واير بده يكون ماشي بشكل جالس، يمشي مثل ما بده، يمكن يكون ماشي هيك، يمكن يكون ماشي هيك، يمكن يكون طالع أو نازل، يمكن يكون فايت لجوا، يمكن يكون طالع لبرا، هودي كلهم ستريت واير. ممكن يكون الكرنت عم يمشي برينج، برينج أو ما يسمى بلوب، أوكي؟ هيدا كمان هيدا كرنت عم يخلق ماجنتيك فيلد، بس هيدي الحاله غير هالحاله، انتبهوا بالحالتين عندي كرنت وبالحالتين الكرنت عم يخلق ماجنتيك فيلد، بس الاختلاف بيناتهم كيف عم يمشي الكرنت، بالحاله الاولى عم يمشي بستريت واير، بالحاله الثانيه عم يمشي كرينج، اوكي؟ طيب ممكن يكون حندرس كل حاله بحالتها، يعني انا هاو كان ا كرنت موفينج اون ا ستريت واير كرييت ا ماجنتيك فيلد اراوند ذا واير، هاو كان ا كرنت موفينج ان ا لوب كرييت ا ماجنتيك فيلد. الحالة الثانية الكويل، الكويل هي مجموعة لوبس فوق بعضها، اوكي؟ سو الكويل هي مجموعة لوبس فوق بعضها، والكرنت عم يمشي فيهم.
هيدا كرنت، اوكي؟ يعني شو بيفرق عن الحالات اللي فوق؟ هو قريب من هيدي، هلا بتشوفوا بس نشرحها انه هاي الحاله قريبه كثير من هاي الحاله، بس هون في عندي كذا كذا لوب فوق بعض، والكرنت عم يظهر من لوب ويفوت بالثاني، يظهر من لوب ويفوت بالثاني، بيعمل ماجنتيك فيلد على النقطه اللي بالنص. كيف بقدر احسب الماجنتيك فيلد؟ اوكي؟ الحاله الثالثه ممكن يكون عندي شيء اسمه سولينويد مثل الرسور، اوكي، شيء اسمه سولينويد مثل الرسور، وعندي الكرنت عم يمشي فيه، يعني انا الكرنت عم يجي هيك عم يطلع ينزل، المنقط هو اللي بيجي من جهه جوا. هون كثير مهم تنقطي، لانه انا نحن على طول كل شيء بنقطه بيكون من جهه خفيه، يعني مثلا كل شيء بيتنقط هو بيكون من جهه خفيه، يعني انا مثلا مثل بكره بهيدي الرينج يمكن يصير اسمك الرينج هيك. شو يعني؟ يعني هيدي الرينج محطوطه هوريزنتال، في جزء منها من ميلة جوا، هيدا الجزء المنقط من ميلة جوا مخفي، هيدا الجزء اللي هون هو مبين. لما ما بنقط شيء، يعني مثل انا هيدي اللوب مش منقط منها شيء، يعني كل السايدز اللي لها مبينين، يعني هيدي واقفه وقوف، كل شيء بيتنقط، يعني اي سايد بنقطه هو بيكون من جهه جوا. بالسولينويد كثير مهم تنقطي السايد الجواني لحتى تعرفي الكرنت كيف عم بيمشي. يعني انا واضح لما برسم هيك، اوكي، انا لما برس لما واض... انا لما السولينويد اللي هي الرسور برسمها هيك، واضح انه هودي الداشد هني من جهه جوا، اوكي، واضح انه هودي الداشد هني من جهه جوا وهودي هني من جهه برا. شو به ليش هيك؟ لانه بدي اعرف كيف عم يمشي الكرنت. ساعتها انا لما بقول لك الكرنت جاي هيك، ساعتها الكرنت عم يمشي هيك، هو بالقسم اللي مبق لبرا هو نازل نزول، بينما بالقسم الداشد هو طالع طلوع. نحن على طول شغلنا على اساس تحديد الدايركشن باللي نازل، باللي مبين، بالفيز اللي مبين. فاذا السولينويد هي في شقفه من ميلة جوا، يعني في فيز لها منقط بيكون من لجوا، في فيز مش منقط بيكون لبرا. ليش عم بعمل هيك؟ لانه انا بهمني اعرف الكرنت بالوجه المقابيلي مش المخفي كيف هو. هون مثلا اذا بتلاحظي الكرنت جاي هيك، فهو بالوجه المقابيلي هودي هو نازل نزول، بينما بالوجه اللي جوا هو طالع طلوع. انا لما بدي احدد الماجنتيك فيلد بشتغل على هيدا الكرنت اللي هو بالقسم اللي مين اللي مبين لي. كل هاي التفاصيل حناخدها، حندرس نحن كل شيء كل حاله لحال، لانه انا بدي ادرس الماجنتيك فيلد كرييتد باي ستريت واير. هون قبل ما بلش ادرس كل حاله لحال، اهم شغله تعرفي الدايركشن اوف ماجنتيك فيلد، يعني انا كيف بحكي. يعني انا هلا انا لما بيجي بقول لك على بوينت اي، يعني انا عندي واير الكرنت طالع طلوع على بوينت اي، حددي لي الماجنتيك فيلد. لما بقول لك حددي لي الماجنتيك فيلد، انت مثل ما بتعرفي الماجنتيك فيلد هو فيكتور، يعني البوينت اوف ابلكيشن له ايه، له دايركشن، له لاين اوف اكشن، له ماجنتيود، كلهم هو بدي احددهم. ما انا عم لك حددي لي ماجنتيك فيلد بي، بدك تحددي هو الاربع اشياء. دايركشن مثل ما بتعرفي في عندي كذا طريقه، كذا دايركشن، في يكون هوريزونتال تو ذا رايت، يعني ممكن يكون الماجنتيك فيلد على الاي هوريزونتال تو ذا رايت، في يكون هوريزونتال تو ذا ليفت، في يكون الماجنتيك فيلد ابورد فيرتيكلي ابورد، في يكون الماجنتيك فيلد داونورد. طيب ممكن يكون الماجنتيك فيلد على الاي لجوا، يعني انا هلا هيدي شاشه اللابتوب، هلا انتم عم تحضروا الفيديو شاشه اللابتوب. طب اذا انا بدي اقول الماجنتيك فيلد لجوا شاشه اللابتوب بحط اكس، ممكن يكون طالع من اللابتوب بدي احط نقطه اي. هودي هن احتمالات الدايركشن، يعني انا لما بالامتحان بقول لك شو الدايركشن للماجنتيك فيلد على نقطه معينه، بده يكون وحده من هاو. اوكي، هلا الماجنتيود سهله، يعني انا مثلا هلا نحن حنصير ناخذ كل حاله بحالتها، يعني انا حادرس الستريت واير وعلمي كيف تطلع الدايركشن على الماجنتيك فيلد حيلا نقطه، حارجع ادرس الرينج، حارجع ادرس الكويل، حارجع ادرس السولينويد. اوكي، هلا الماجنتيود سهله لانه بكل حاله ان كان بالستريت واير ولا بالرينج ولا بالكويل الى قاعده معينه، يعني بيجي بيقول لك ماجنتيك فيلد على نقطه A اللي هي بعدها 4 مثلا سنتي عن الواير، B هي 2 باي اي على D. الصعوبة أو مثلا الماجنتيك فيلد عم يعملوا الرينج على السنتر إلى قاعدة، الماجنتيك فيلد عم يعملوا السولينويد على الأكسس إلى قاعدة. صعوبة وين؟ إنه أنا حدد الدايركشن للماجنتيك فيلد بكل حالة بستريت واير بالرينج وهيك. دايركشن بكل هالحالات إن كان ستريت واير ولا رينج ولا كويل ولا سولينويد تعتمد على الرايت هاند رول. رايت هاند رول يعني إيدي اليمين، يو شود يوز يور رايت هاند. بس الرايت هاند رول بتختلف بين حالي والتاني، يعني انا لستريت واير، انتبه مثل ما قلت لك ستريت واير له كذا حاله، ممكن يكون الكرنت هيك او هيك، هيك او هيك، هيك او هيك، اوكي؟ هيدا كله ستريت واير، له رايت هاند رول خاصه فيه، لوب له رايت هاند رول خاصه فيها، الكويل له رايت هاند رول خاصه فيه. حنبلش ندرس كل حاله بحالتها. اول شغله عندي ماجنتيك فيلد كرييتد باي ا كرنت اي.